Al Stephen Boyero Nyang alua komanda bitat sektor 2 بعد ما كان في مشاكل حصل ليلة صباغ في مايوم كتلوم انه محافظ بتاعت المغاتا في مايوم هناك، فأكون معنا عشان تسمعوا كتير من جنرال ستيفن بوي يكلمنا عن المشاكل اللي حصلت الليلة وهم دارين يعملوا شنو في القدام. في البداية جنرال كده ورينا بالدابة الحصل شنو الليلة في يوم الجمعة في مغاتا بتاعت مايوم. طبعا انا جوه كان في منطقه مايوم جوه بتاعنا بتاع ال سي ام اي في منطقه مايوم ده ما ده كله طبعا ما طبعا يا ولي ويا كوماندر بتاع ماليشيات بتاع مايوم طبعا مايوم في ماليشيات هو هاي والمحافظ ده يا كوماندر وات ذا سيم تايم ده يا محافظ هو نار كوماندر بتاع ديفيجن 4 من بنتي هو جالو في مايوم وماشي بارم من يوم ما جاجم ماسكرات بتاعنا انا قاعدين فوق حقين كتو العسكر وايد والعسكر وايد معه دول البيرت بتاعنا الساكر بتاعنا جا البيرت رد الفعل جاجم ما يوم بسبا قبل ده يهو عجم الكوماندر والمحافظ اللي هو اللي هو بتاع ماليشادة ياو البيت المحافظ ده ربع رفيجي ياو وارك جوا في بيت جوا بيت والقائد القائد منطقة جرا اوكي ياو عاد نانا وطل الديسان ينساهل برا من المنطقة والحمد لله موطنين ما في موطن عبشو طبعا عملوا الليل عشان موطنين لسا ينوم ده ياو عاد الاسد اوكي طيب اللي تقول يا هم عمل عجم المنطقة بتاعكم او يري ايتو قايدين فوقو ده كلام ده كان حصل متين ده وان واتش يو واتش ريل ده في بون منطقه توم بون ده بين ابيام نو ماما يوم منطقه توم بون بين ابيام نو وما يوم واي دو 20 شهر كام ها واري 20 شهر تبع امباري امباري طيب حسا ستيفن يعني لو انا درنا نشوف ال حصل وادي كيف انت قاعد تكلم يا جماعه في جراوند نق ليك في شنو ماشي التنشن كيف في ديسبيسمنت ولا في شنو ما في ديسبيسمنت ما طبعا الشغل بتاعنا طبعا ده نانا وي ار تارجتنج اتاك بس ما انا ما يكلم عن موطن سو انا في عادي موطنين قاعدين عادي ما انه ما يكلم ده بس الجيش الحكومه يا احنا لهم تارجت ما في موطن ده ما تارجت اوكي سامي تقول تزول عليتو عليتو كتلتو دا كوميشنر دا هو ماليشيا دا هو تتقال دا قايد بتا ماليشيا ماليشيا دا تبا منو ما في ماليشيا في مايوم دا كان الماليشيا كان جا من 2013 ما تركيا ودولتو مبابي من جويل هم جا من شمال هم كان جاري في شمال يا جا من هناك دوما دا حكومة في سنة 2013 ولا هم جوز هم من مايوم وجا وقاعد في مايوم ونجد ما بقول له ايش قال ذات والجربو ذات جات ما رجل لا تعتد سو بيقول الملشات وكمان هم جنت المواطنين المسلاين وما عملوا كقوة ملشات قاعدين معهم نعم يا هو طبعا ما كان يقول وما بدي هو كوماندر بتاع الملشات طيب حسا ايتو ماشين تعمل التقلية هو شكل ما كوما ولا ايتو قاعدين في معلات بتاعكم لو جاكم اتاك او ايتو بعمل ريدال فيل ده شنو ماسي حاصل من حسا اللي قدام الدم انا كله طبعا ما دارين شكل ما كوما طبعا انا في تنظيمات بتاعنا طبعا عارفة بتاعنا ده يعني كونو سنة 2000 واي سنة 2021 شهر خمسة so that man could be benefited. Then we shall have phase one. That phase one, the mobilization. Phase two, the relief will be demand. So that man could mind and the kalam that I check the man that trust. Then there is another man full now alone when they chop kalam that. But in whom ya they put bogus. Whom I just man be man but ana. And then go na kalam look they out there. Nam si shakala. So nana but ana there ma be give time. Yeah, nam si leo yel fiel. لا نفس الشركة هو يلفيل ده ونمشي نمشي لم هذا تارجت ده هو الشغل بدل نم طيب جنرال ستيفن بوير ليانغ انت ماشي في مال اويل فيل التارجت بتاعك شنو في اويل فيل مالو دار تعمل شنو دار تقفلو دار تعمل شنو في مال اويل فيل ما ده هو ايكونوميك باك بون بتاع الجفمنت بتاع الجيم لو شركه قفل ما خلاص دي بلغه بري وين ما ده هو العاده ده العاده بتاع فلوس وبتاع بنتي ويا بفلو عشان يكون ما عنده قروش ما عشان
الحركة بتاعك ده اسم شنو؟ اسم South Sudan People Movement, South Sudan People Army. الام بتاعكم ميشن بتاعكم انت دارين تعزل لي شنو؟ ميشن بتاعنا we are fighting for regime change with the girl with the ميشن بتاعنا. هل لتا باراك ولا لتا مامنو حسا؟ شكل ده دارين تشكل معكم لتا باراك ولا لتا مامنو في شكل ده؟ ما we are a movement ما دول وايت ما نانا جيش ما دول نانا دوبات بتاع جيش جيش بتاع كومة قبال كده ونانا نانا دوبات اللي سيالي الجنة من أقوم وكونا الأركادة ما عندنا جيش توت قالواك ساتو كأخوة اللي تاسي قدلتو سابا هو يو كان جزء من الناس اللي كان واقع بين نتا يجيبوك في جوبا هل كلام ده سايت إذا بكون زالان نتا ملتا ردال فيل بسان كلام نتا كارك هتوك في سجن ولا دا يسان جماد اللي جاء جمكم الحاصل شنو يا كل ما في حاجة ببدا ساكت سايت كل حاجة ببدا بسبب طبعا أنا عجموني في بيت بتاعي في مايوم في 31 شهر 5 سنة 2018 أنا مشيت في البيت بتاعي طبعاً أنا أو كوماندر كان في ديفيشن 1 يرن وأنا جيت كوماندر كان بنتيو وبيعلن من بنتيو لواو وأنا قوم من واو جيت في البيت بتاعي في مايوم والناس دي طبعاً أنا بقول لك قبل نازل جاي من كورتوم كان 2013 وأنا أنا في لاس فيال بدري تو أنا كراي في سياسة تو ما دار أنا تو دارين بس دارين تو جيت أون مي دارين تو جيت أون مي ما تو دارين نفسه يا هو الدول المنشار بتاع الرئيس والتاني ده والي والتاني ده محافظ تو الهذا الكلام هم عملوا هم عجب مانا كتول نفرين مني والتلاتة مضروبين وربو ده انا شالين لجوبة انا قاعد في سجن في سنة في سجن ودانا في محكمة ما في إثبات ده وشان يعملوا شنو ما جي جيرا رود بتاعي الترانة من الجيش هم شير قاعد في بيت بتاع الرئيس بعد سنة هم من بيت بتاعي ما دارين يا كمان ما دارين يا كمان دارين يقتل أنا أنا كم assassination دارين يا ملو until I fled أنا قمت من جو for my life عشان ما هم ما يا هو أنا عشان لما لون أنا لقيت ما لون بيسأل السلام مع أقوم أنا بقول كلا لو ما لون ليس الماجي لا أقوم أنا أقوم ده ما بشكل ما أمتاني أقوم ده يقتل أنا ما أقوم ما دار أنا بشكل ما أقوم ده بحق بتاعي ونشكل بحق بتاعنا الثاني نعم الجنرال تشوف يعني حاسة ده شكله يا بقول حل للسلام في السودان في جنوب السودان ولا مفروض ممكن تقول تيت الماشية ده خلي الناس يوفر بعضون وناس يجيب سلام للمواطنين انت شايف شكله يا حل بالنسبة للمواطنين في جنوب السودان يا أقول كلام بتاع السلام ده السلام ده جرمنا ما نبا أنا we have failed في حاجات non violent والسلام وشنو ده كله failed الحكومة الفيدة ما بقدر بسلام ولا بقدر بشنو هل بقدر بفايلس هل انا شاكل معه انا هذا مظلومين دوم لانانا اما مظلومين بقول حكومة كوين كاليكون معه وانا جرب بتاعنا زي شوفه بنجا والما بنجا لكن جنرال ال بكون بري المواطن ال بكون يعني الفيكتم بتاع كل مشكلة ما شو تعمله ده هيكون مواطن يعني مرا وجنا وكده اما لو مواطن دور الموطن الفيدة ما بفايد ذاته في حكومة للموطن كل موطن دار يتعب عشان يلقى فيز عشان يلقى to enjoy permanent fees يعني يعني أكيد تتعب حاجة بحق بتاعك عشان ما طبعا الموطنين يهود بيكتي مثلا والشغل بتاعنا ده we know our target ما بدور الموطن اوكي طيب جنرال لاسا ستيفن بوي ما يوم ده ديت سيطر بتمنو حساليا زي ما قدن نونس انا قبلنا قبل سبا انا قول لجيت هاي سابة برا طبعا ده ما دارين وجيت طبعا ما يوم في نوس وما دارين واد يجي من مالا تاني يجي يا مولاي قوبة تانا قنلوم يرال برا من منطقة ويمشي لنير باي بيليج شاني من ندم نفسه هناك لو أقوم دار يرجع يمشي وراهم هم يشاكل ولو ما هذا رمشي وراء ما نشوف ناجم وين سو هيتو ما ماشين دا جيف لسه هيتو دارين تعمل ريوغاناش عشان تعجم تاني محال براو نانا ماشين توال ما نجيب توال نانا ماشين ناجم محالا تاني
طيب ستيفن بوي رولنيان معادن بيكون في زول بخايف من كلامك ده ودار يسمع انت دار تقول لهم شنو لو في مايوم ولا بره من مايوم دار تقول لهم شنو؟ انا بقول للمواطن الشكل ده ما هو تارجت بتاعنا. انا ما عندنا مشكله مع المواطن. وي نو اور تارجت. يعني المواطنين قال يبقى عادي بدون ما يخافوا من شكل بتاعنا ده. يعني لو انا وي نو تارجت بتاعنا ده انسوليشن بتاع الجفرمنت والميلتري اوبجيكتيفز ما في جيش فوقه. نعم. والله لكن الناس عندنا صعبين ناس ذاك الناس والمواطن العادي ده وشنو ده ما عندنا مشكله. ما عليه لو في تلقى دام ثري بولت ما عليه ما جهيت سم ون ما عليه طبعا ده كروس فاير ما بيعتبروه كتارجت. اوكي طيب حسن يعني دارين نشوف لو اكون قال لكم داري اقعد معاكم يعمل سلام معاكم انتوا تقبل في الكلام ده ولا انتوا بتعملوا شنو؟ لا 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 ما في سلام ده سلام يا تو حتى سلام يوم ده بتاع ايو واكو ما تدري بيجي له فوق في انت ده هذا ده ما يوم ده من بداو يوم ده سنين ما تشاكي لما نات ده الاجريمنت ده يقدر ينتهي بشار الناشر شار ماجر شار واحد عشان ده كلام يوم ده قالوا يوم ده الانتخابات يعملوا شهر ماجر لان شهر واحد وبالا شهر طبعا مرور بيتاي شهرين تن 2000 تن 2000 تلات 20 هو الاجريمنت ما عمل ايه الاجريمنت بتاع يا بنت بيشكل ولا حتى اجريمنت قدام بتاع الحكومه ده ما شكل ايه بتاع يا بنت بيشكل هل كلام فار تاجر ما هل هل جنرال انت عندكم علاقه مع ناس غارويك سايمون غارويك دوال مع ناس جنسن اولين في شكل اللي ماشيين تعملوا ده ولا انت براك انت مع منو من جنرالات؟ لا وي وي دانا في علاين عندنا وي نانا قاعدين مع ناس ملون مع بوار تانيين بتاع علاين نانا قاعد مع علاين حتى غارويك دول ذاته مع غارويك ده يتكلم مع ولن جاو ده رينشي جو غارويك فضل معنا برا نانا قاعدين البر ده كله وي هاف our common goal is one to fight the disease. نعم وطيب نسوية دين أجاك ما نسبقنا موم هل هم قاعدين معكم؟ قاعدين معنا إذا كنت أعرف في حاجة ماشي بيقولوا ساوث سودان نان سيكريتريز باتي العملو غريب ده إذا كنت جزء من الكونفرسيشن اللي كان ماشي في روم؟ No, that one we are not part of that one. أنا ما جزء منه لكن أنا جزء من الكوماند بشكل في جراوند لكن ده فولين كولوين ده are part of ده belong to ده بتعمل ده ما أنا ما قاعدين فوق لكن أنا إننا تعاون في أوبريشن في العمليات نشارك so as it that they are the division that division that division four la they are the taba division as it you I think we are the taba division enak na na sector 2 the sector 2 to jabra benti da sector 2 sector 2 minen oh sector 1 when sector 1 da ala nil okay هل قبل ما ليلة تاجمو ليلة قبل ما تاجمو ليلة قريب سبا انت كم كان اجتماع بتاع اوبريشن ما جوسي من جنرالات ده قبل ما الاوبريشن ده يعمل نفسه طبعا ما في عمليات معمول بدون اجتماع هو معمول اجتماع كان هذا عمليات ولا عمل كتب بتعمل يا هو هجم اليوم طبعا ما شغل بتاع شغل بتاع تكتيكال كوماندرز اوكي تمام جنرال ستيفن بويرو لينيان انا بكون معك في اتصال كده ما تقفل تليفونك عشان بكون دايرين ابديت كل مره وتاني عشان المواطن برضه يقدر يجهز نفسه يتلو دايرين تدوس بعدون كساكر المواطن ما يكون ابريا بالنسبه في 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 شكل ده تمام؟ اوكي تمام شكرا شكرا لك كثير ده كان معانا جنرال ستيفن بوي رولنيان كان معنا في برنامج قد اليوم قد تكلمنا عن المشاكل الحاصل بيناتهم والعقومة في مكاتب بتاعت مايوم في ولاية بتاعت الوحدة لحد هنا بيكون جينا في نهاية البرنامج وبنقول لكم شكرا جزيلا وكلكم معنا في أعداد جديد الجاي في نفس المكان وشكرا لكم